طيب بعد مباراة الترجي يمكن الكل انشغل بعلي معلول وإصابة علي معلول النهاردة الصبح أجريت لعلي معلول في أحد مستشفيات القاهرة جراحة مهمة لعلاجه من قطع جزء في الوتر أكيلاس لقدمه الدكتور أحمد الله بيأكد على أنه العملية الحمد لله نجحت بشكل كويس وأنه في باذن الله تعالى اسبوعين اجازه وبعد كده يبدا يبدا برنامج التاهيل ان شاء الله شوف انا اقدر اكلمك على الاصابه دي اه لأنها جات لي انت جالك اكيد جات لي وانا بلعب مع فريق الشمس في النادي الاهلي آه. وقعت في النادي الاهلي م. وفين في السبعينات في أبي اول السبعينات اي كانش لسه اصابه معروفه خالص ولا جراح يعني اللي عمل لي العمليه جراح مش حد بتاع عظام او متخصص يعني م. انما هو فعلا بيبتدي العلاج الطبيعي وانت لسه آآ آآ متجبر او في الجبس او في جراحه لان بيحافظ على العضلات وليها يعني باذن الله يرجع لنا علي اقوى من الاول لاعب مهم جدا الاصابه جات له في توقيت حرج وجاءت للاهلي في توقيت كان يحتاج جهد هذا اللاعب العظيم كل الامنيات له بالشفاء العاجل وانت في قلوب كل الاهلاويه يا كابتن علي طيب كابتن محمود الخطيب حرص على التواصل مع علي معلول والاطمئنان عليه ودعمه كما اتصل به ايضا المهندس خالد مرتجي امين الصندوق الكل الحقيقه بيطمئن على علي وبيدعمه ويمكن حتى انطوني مودست مهاجم الفريق كتب على حسابه عبر انستجرام بيدعم علي معلول بيقول له اتمنى لك الشفاء العاجل يا اخي سنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذه الكاس من اجلك والله كلمه كلمه حلوه اه يعني يعني ان تشعر بزميلك وتقول له يعني احنا عشان خاطرك اديت لنا حافز مضاعف عشان نعوض غيابك ونفرحك معانا مشاعر طيبه <applause> لانسان يعني من احدث الناس اللي انضمت لنادي الاهلي ولكن انخرط مع الفريق وبدلهم المشاعر نتمنى لك يا علي ونحن من هنا ايضا اعتبرنا جزء من جمهورك انا الاستاذ ابراهيم وندعو لك بعاجل الشفاء وتمام الصحه باذن الله دي تويدت مودست يمكن وهو بيقول له بنتمنى لك الشفاء العاجل وسنبذل كل جهدنا للفوز بالبطوله من اجلك يعني يتحول علي معلول الى دافع ان شاء الله تعالى لاحراز لقب البطوله مساء السبت بالقاهره ان شاء الله ان شاء الله يا رب ويحمي كل اللعيبه من الاصابات اللعينه دي <applause> طيب ايضا بنشاطر الصديق العزيز الكابتن طارق سليمان حارس مرمى الاهلي ومدرب حراس المرمى في الاهلي السابق الاحزام في وفاه المغفور له وشقيقه طارق سليمان واحد من حراس المرمى الكبار ومدرب الحراس في المقاولين وفي كثير من المنتخب الوطني واكثر من نادي بنشاطره الأحزان في وفاة شقيقه للفقيد الرحمة وللكابتن طارق وأسرته الصبر والسلوان